وأنا مع اتصالات إنترنت. بدخل أنا وعيلتي في البيت على النت بالإيدي يا سلم، ولما بروح لكريم اللي لسه ما جابش إنترنت باخد الإنترنت معايا بال 3G راوتر، وفي الكافيه على طول معايا اليو اس بي مود بدخل بيه على الانترنت باقصى سرعه، وحتى لو اصحابي جم على هناك بندخل كلنا على النت بالاي مودم. ولو في العربيه عندي خدمه الموبايل انترنت، حلول الانترنت من اتصالات كتير وطرق الدفع اسهل واوفر. اتصالات النت لسه فيها اكتر.